مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة كيك جدا سهلة وسريعة. عنا علبة بسكويت اوريو ناعمتها بهيدا الشكل، تنعيم وسط، نص لتر حليب، 3 معالق طعم سكر، ملعتين طعم كاكاو، ملعتين طعم نسكويك، 3 معالق طعم نشا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط بسكويت الاوريو بقلب القالب، مدوا نفس المستوى اكيد بارض القالب. بهيدا الشكل. هلا بحطهم على جنب. بحط الحليب. بسم الله. كاكاو. سكر. نسكويك. والنشا. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد المزيج. بس اشتد المزيج بهيدا الشكل هلا منطفي الغاز. هلا قبل ما احط الشوكولا عندي 5 معالق طعام حليب سائل، برشن على البسكويت. بسم الله بهيدا الشكل. هلا بنحط الشوكولا. كيك جدا سهل وسريع، ما بياخد وقت بالتحضير. هلا بحطه للكيك على جنب ليبرد بحرارة الغرفة وبرجع بحطه بالبراد. بعد ما جمد منيح وسقع بالبراد الكيك، هلا بنرش كاكاو على الوجه بهيدا الشكل. لنشوف مع بعض الكيك كيف طلع. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدا الكيك اللي عملته أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.